كنا نتابع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى 36 لتحرير سيناء التي انقسمت نهى إلى وضع تاريخي ووضع حالي. في الوضع التاريخي قام سيادة الرئيس بالتأكيد على حجم التضحيات الكبيرة وتضحيات الجسام من قبل القوات المسلحة الباسلة المصرية في استعادة تراب الوطن وإسعادة كامل أراضي سيناء، وهذا فيما لا وصل به الوضع الماضي. فيما لا وصل به الوضع الحاضر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الهجمة الشرسة التي تواجهها مصر من قبل الشبكات والتنظيمات الإرهابية المدعومة والممولة من الخارج، كما أيضا أكد على وجود خيار السلام كخيار دائم وشامل وخيار استراتيجي انتهجته مصر. أخيرا أكد على البناء والتنمية وزار الخير. للمزيد من قراءة تفصيلية حول كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى 36 لتحرير سيناء ينضم إلينا عبر الهاتف سيدة اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق. سيدة اللواء أرحب بك على شاشة أولايف. يعني بداية كل عام وأنتم بخير، كيف قرأتم كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أبرز ما استوقفك في هذه الكلمة؟ أولا صباح الخير لحضرتك وكل السادة المشاهدين، كل سنة وأنتم طيبين ومصر كلها طيبة بإذن الله. طبعا أنا شايف كانت كلمة شاملة رائعة منذ البداية. استعارة السيد الرئيس كان ما نحتفل به النهاردة في تحرير سيناء هو نتيجة حاجتين. الحاجة الأولانية أنت عارف أن بعد 67 كانت سيناء كلها محتلة من القوات الإسرائيلية، إذا بالتالي يوم 6 أكتوبر القوات المسلحة مع الشعب المصري قامت بملحمة رائعة لتحرير سيناء. استكمل هذا العمل بالعمل الدبلوماسي اللي أثنى عليه سيادة الرئيس النهارده وقال إن إحنا بنصقر لكرامتنا وأراضينا ولا نسمح أي مخلوق إنه ينال من أرضنا. بالتالي كانت العملية الأولى عملية أكثر من رائعة فيها الجيش المصري والشعب وثم الجهات الدبلوماسية لما استعدنا آخر شبر من أرض مصر. بعد كده ربط سيادة الرئيس النهارده ما يتم على أرض سيناء. قال إن هناك جماعات يعني ذات طبائع متنوعة، شبكة عنقودية عالمية بتعمل على إهدار الأمن المصري داخل سيناء، ولكن سيادة الرئيس أثنى على الشرطة وعلى القوات المسلحة اللي بيعملوا جنبا إلى جنب مع أبناء سيناء عشان استكمال تحرير سيناء وتطهيرها من أي عمل إرهابية قادمة، وبالتالي نكمل التنمية والاستثمار. وركز الرئيس على خيارين، خيار السلام وخيار التنمية. يعني قبل التطرق الى نقطة خيار السلام والبناء والتنمية سيادة اللواء، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له كلمة او جملة يعني مهمة جدا، قال ان بس الامن والسيطرة على دولة بحجم مصر هو شيء يدعو الى الفخر. كيف تقرأ هذه الجملة الهامة في ظل البيان رقم 20 الصادر من قبل القوات المسلحة العملية سيناء الشاملة 2018؟ بشكرك انك ربطت بين كلمة سيادة الرئيس والبيان رقم 20 صدر النهاردة. تفضل. لما احنا بنقول ان دولة بحجم زي مصر، احنا عندنا النهاردة اربع اتجاهات استراتيجية مصر بتأمنهم كدولة فيها. عندنا الاتجاه الشمالي الشرقي اللي احنا بنقوله السيناوي او في اتجاه سيناء، ثم عندنا اتجاه الغرب في اتجاه ليبيا، ثم اتجاه الجنوبي في السودان، ثم الاتجاه الجديد اللي ظهر لنا النهارده ان في تهديدات اخرى لاستثماراتنا وهو البحر الابيض المتوسط. فما دوله بهذا الحجم زي مصر عندها التهديدات لاول مره لم تحدث في تاريخ مصر، ان كانت كل هذه التهديدات مره واحده بتتعرض لها مصر من اربع الاتجاهات. والنهارده يدل على كده البيان رقم 20، شفنا بيتعامل ايه في سيناء من ولادنا من قوات المسلحه والشرطه والقوات الجويه. بيتقال في البيان ما يتم في البحر المتوسط، وبيتقال البيان ارضه ما تتم على الجبهه بتاعه ليبيا ثم في الجنوب تمي. والنهارده البيان كان شامل كل الاكتيفيتيز او الانشطه اللي قامت بيها القوات المسلحه. يكفي انك لقينا ميدان تدريب، انت عارف ميدان تدريب ده يتواجد امتى؟ بيتواجد لقوات مسلحه كامله قويه منظمه. فلما تلاقي ميدان تدريب النهارده تم العثور عليه وتم تدبيره، يقول لك قد ايه حجم العدو اللي انت بتواجهه في سيناء الان. يعني اعتقد تقريبا ان كانت الذاكره تسعفني سيده اللواء 437 وكرا تم
تدميرهم في سيناء. احنا بس ركزنا على كلمه السيد الرئيس ان دوله كبيره بحجم مصر واجهت كل هذه التهديدات النهارده حتى في الجنوب عند حلايب 30 لقينا في اتجاه الجنوب الاول مره حاجات زي كده. فعشان كده بنقول ان الاتجاهات الاربع الرئيسيه لاول مره في تاريخ مصر العسكري والسياسي بقيت متسدد مره. عشان كده بنقول ان مصر دوله كبيره والنهارده تتعرض الى تهديدات، لكن الحمد لله القوات المسلحه والشرطه والشعب قادر انه يصد ويدمر. عظيم. سياده اللواء بي، الانتقال الى الفكره الثانيه التي عرج عليها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته فيما لا وصل بالسلام واتخاذه كخيار استراتيجي، كيف ساعد ذلك في استقرار الأوضاع داخلية في مصر والبداية للتركيز على الأمور التنموية؟ طيب نقول أولا نمسك سينا. سينا بنقول مهما حطينا فيها جيوش العالم لن تؤمنها بقدر ما إنك تنمي. إذا التنمية في سينا تعني الأمان لسينا، ولذلك احنا بدينا نعمل ايه؟ تربط سينا بالوادي مش باغاني، ولكن عندك الانفاق الجديده اللي اتعملت معناها ان من نهايه هذا العام هتصبح سينا جزء من فعلا الدلتا. اذا كل الاستثمارات بتتم هتبقى ريليتد كل الاعمال اللي بتتم. بالاضافه يعني مصداقا لقولك سياده اللواء، بالاضافه الى الانفاق هناك ايضا كباري عائمه، بالاضافه الى يعني كافه هذه الكباري التي تم انشاؤها على طول المجرى المائي. تفضل سياده اللواء. الكباري بس دي طبعا غير كوبري السلام ده دائم، الكباري دي مؤقته دلوقتي لحد ما الانفاق تشتغل، لكن طالما الانفاق اشتغلت هتلاقي هي الوصله الرئيسيه، انما الكباري دي حاجه اضافيه. الوصله الرئيسيه توصل سينا بالدلتا هي الانفاق اللي هتعدي كل حاجه بدون توقف زي ما كنا، زائد كل الاستثمار اللي بيتم في سينا. انت عندك مزارع الاسماك، ما يتم في بيت البردويل، من مصنع قوارب للصيد، مصنع تجفيف للاسماك للتصدير، يعني حاجات كثيره بتتم. وايضا يعني المنطقه الحره التي كانت اعلنت عنها سياده الوزيره سحر نصر عن انشاء اكبر منطقه حره في نويبع، ايضا اعتقد هي طبعا لا شك. نعم. كل اعمال الاستثمار، تطوير المينا كان بياخد اربع مراكب، النهارده في نهايه هذا العام هيبقى قادر يستعد 20 مركب مينا العريش. فانت النهارده بتطور سينا وبتستثمر فيها، وده زي ما قلت هو التامين بتاعها. نفس الكلام اللي بيتم في الدلتا ومعظم الاتجاهات، المدن الجديده اللي بتعمل كل ده، خيار السلام بتاعنا ادانا ان احنا نبدا نبني بلدنا من جديد. الاصلاحات الاقتصاديه اللي تمت كل ده ما عملناهوش من 40 سنه، انت داخل على فتره جديده عشان تحسن اقتصادك. المؤتمر اللي اتعمل هذا الاسبوع في الولايات المتحده الامريكيه وازاي البنك الدولي اثنى على الاجراءات الاقتصاديه في مصر، اعتقد كل ده بيدينا امل ان شاء الله المستقبل جاي كويس. الغاز اللي احنا طبعا النهارده طلعت في البحر المتوسط والقوات المسلحه والبحريه بتؤمن استثماراتنا هناك ضد اي تحرشات من اي دول اخرى، كل ده بيقود مصر في الفتره القادمه. سياده اللواء، يعني كانت هناك دراسه تم اجراؤها على اهميه الرأي العام في نجاح أي منظومة. من هذا المنطلق كيف ترى استجابة أبناء سيناء مع ما يتم سواء على محور الحرب ضد الإرهاب أو على محور التنمية؟ بص أنا هقول لك معلومة واحدة بس أقول لك. أول يوم في انتخابات الرئاسة أعلى نسبة حضور كانت فين؟ سيناء. درست انت فاهمني؟ فبالتالي يقول لك ايه ان اهالي سينا عرفوا دلوقتي حجم التطوير اللي بيتم في بلدهم، حجم الانجازات، فده اعتقد كان اكبر رد لهم انهم كانت اكبر كثافه بالنسبه لاعداد السكان كانت في يوم انتخابات الرئيس كانت في سينا. صحيح، حتى يعني شاهدنا سياده اللواء اقبال كبير كما ذكرت يعني على صناديق الانتخابات خاصه في الجزء الشمالي من سيناء. سيادة اللواء، بانتهاء 2018 هل نتوقع القضاء بشكل مبرم على الارهاب في سيناء؟ طبعا احنا طبعا هنعلن القضاء على الارهاب ان شاء الله، انما برضو مش عايز الناس تقول لو حصل عمليه ارهابيه في اي مكان نقول ان الدنيا خلصت، لا، لان هناك نقول بواقي، هناك ناس موجودين لسه بنسميها الكمون، لحظة كمون، يعني الناس يمكن لسه ما قضاش عليهم
وموجودين بعض العمليات الارهابيه الثانيه هتلاقيها موجوده فرديه، انما هتبقى انت قضيت على حجم التجميع الرئيسي للعناصر الارهابيه سواء في القوات بتاعتهم سواء في مناطق التدريب، لان النهارده مراكز القياده اللي كانت عندهم، مراكز المعلومات، الحجم المتفجرات اللي كانت موجوده بصوره كبيره، كل ده هيقول انك انت قاضي، لكن قد تبقى بعض الجنود الاخيره ولكن هتبقى كلها حاجات صغيره. سيادة اللواء، يعني سؤال الأخير في هذا الصدد، المتابعون والمهتمون بشأن الجماعات الإرهابية لاحظوا يعني خفوت في البيانات التي يتم إصدارها من قبل المواقع التي تقوم بالعمل المادة الإعلانية للجماعات الإرهابية. هذا الخفوت إلى ما يشير؟ ما يشير لحاجتين، ما يشير ان فعلا انت قدرت تحقق انتصار كبير على هذه العناصر وان ما عادوش قادرين يعملوا اي حاجات، عشان كده يمكن اخر مره قريب عملوا حاجات صغيره جدا. ده واحد. نمره اتنين، انت قضيت على المركز الاعلامي بتاعهم، هذا المركز كان بيعمل ايه؟ انه كان بيجمع صور من هنا ومن هنا ويطلع ويفبرك، فالنهارده التولز بتاعتهم الادوات الاعلاميه اصبحت مش موجوده، زائد العمليات العسكريه بتاعتهم خلاص تقريبا قلت. حجم الخسائر اللي فيهم بقى كبير، انتقادات على يعني الخسائر طالت سيادة اللواء، قاد فيهم كما يعني تابعنا مقتل ناصر، هو طبعا قيادي من قيادة هو أكبر قيادي كان لهم، ودي طبعا هيبقى له تأثير كبير جدا، هتلاقي الفترة اللي جاية لما القيادي بتاع المنطقة كلها في سيناء يتم القضاء عليه، بيبدأ بقى التنظيم اللي موجود بره يعين قيادي آخر ويبدأ ينظم أسلوب الاتصال بيه وإزاي يوجهه وبعدين ازاي هو يسيطر على الناس اللي عنده التكام في بوائي. فطبعا كل الكلام ده التحديد الاهداف اللي تم تحقيقها لا شك هيكون لها اثر كبير الفتره اللي جايه. سياده اللواء سمير فرج، مدير اداره الشؤون المعنويه السابقه، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء.